لو انت عايز بوابة دفع اساسية ومعظم الناس بتستخدمها يبقى البيبال. البيبال هي بوابة دفع عالمية ومعظم الناس بتستخدم البيبال. يعني لو انت عندك موقع الكتروني وضايف بوابة الدفع البيبال يبقى تضمن كده ان الموقع بتاعك هيكون ناجح عزيزي المشاهد، لان من نجاح الموقع ان يكون فيه بوابات دفع عالمية الناس تقدر تستخدمها بكل سهولة وتقدر تدفع علشان تشتري الخدمة الخاصة بك. فلو انت مهتم بمعرفة كيفية ربط البيبال على موقعك الالكتروني يبقى تسمع الفيديو ده للنهاية، لان احنا في الفيديو ده هعرفك ازاي تربط بوابة الدفع الخاصة بالبيبال على موقعك الالكتروني علشان تقدر تاخد فلوسك من الموقع الخاص بك، علشان العميل يدخل على الموقع ويقدر يدفع عن طريق البيبال الخاص به. لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان البيبال يعتبر معظم الناس بتستخدمه في الوطن العربي وفي انحاء العالم كله كمان، فلما يكون في بوابة دفع خاصة بالعالم كله فالموقع بتاعك هيكون ناجح عزيزي المشاهد، وهتقدر تكبر الموقع بتاعك وانت مطمن، لان انت عارف ان البيبال ده هي بوابة دفع في العالم كله عزيز المشاهد، ومعظم الناس حاليا دلوقتي بتستخدم البيبال في وسائل الدفع على الانترنت. فمن غير ما نتكلم كتير في المقدمة اكتر من كده، كل اللي انا محتاجه منك ان انت تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام علشان ربنا يكرمني ويكرمك انت كمان. ويلا بينا على شرح النهاردة علشان نوريك ازاي نربط البيبال على الموقع الالكتروني الخاص بك. يلا بينا يلا بينا. لو انت عندك موقع الكتروني ازاي تفعل بوابة الدفع الخاصة بالبيبال علشان اي عميل يدخل عندك ويدفع عن طريق البيبال الخاص به. زي ما انتوا شايفين دي بوابة الدفع الخاصة بالبيبال على موقعي الالكتروني، انا فعلتها وهوريك دلوقتي انت تفعلها ازاي. تمام، لو العميل دخل وكتب مثلا $10 طبعا هنا هيحط البريد الالكتروني الخاص به على البيبال. تمام، هنا طبعا في رسوم اضافية وهوريك دلوقتي ازاي برضو تحط الرسوم الاضافية دي، يعني علشان ما يتمش اقتطاعها على حسابك انت، يكون على حساب العميل نفسه. تمام، طبعا زي ما انتوا عارفين ان البيبال بيتم اقتطاع رسوم معينه يعني. تمام، طيب بمجرد الزبون ان هو يضغط على كلمه دفع دي هيتم تحويله الى صفحه الدفع الخاص بالبيبال. زي ما انتوا شايفين هي بيقول لك فاتوره صادره من موقع، طبعا ده الموقع الخاص بي انا. تمام، هنا هيدفع $12 وطبعا هيتم دفعه بشكل تلقائي وهيتم اضافه الفلوس الى حساب العميل تلقائي بدون اي تدخل منك انت، والفلوس بتوصل الى حسابك على بيبال بدون اي مشاكل عزيزي المشاهد. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف هنربط البيبال الى موقعنا ازاي. تمام، طيب هنرجع خطوة للخلف كده، ده طبعا موقعي انا. لو انت حابب طبعا تتعرف على الموقع ده موقعي لتزويد المتابعين على السوشيال ميديا بشكل عام. تمام، وانا طبعا مفعل بوابة الدفع الخاصة ببيبال. طيب دلوقتي هنروح على لوحة التحكم الخاص بالموقع بتاعي. تمام، زي ما انتم شايفين هنروح على الدفعات او بوابات الدفع زي ما انتم شايفين كده بشكل كامل. تمام، ودلوقتي هنروح على البيبال. تمام، على البيبال هنضغط على كلمة ايدن. تمام، عشان تفتح معك الصفحة دي. طبعا لو انت حابب ان انت يكون في نظام عمولة يعني للعميل ان هو يدفعها زي ما انتوا شايفين كده، لو رحنا هنا كده يعني مثلا انا كتبت $10 هو في عمولة $2. تمام، هيدفعهم زيادة على $10، يعني العميل هيدفع حوالي $12. تمام، طيب هنعملها ازاي دي؟ هتيجي هنا وتكتب 20%، 20% يعني لو العميل هيدفع $100 فهو هيدفع $120 لانه 20%. تمام، لو انت عايز القيمة ثابتة هتكتب هنا القيمة اللي انت عايزها ثابتة، $1 $2 زي ما انت عايز. تمام، طيب دلوقتي هنبدأ ننزل لتحت كده، هنا طالب مني بعض الحاجات زي ايه؟ زي العنوان ده اللي هو الاي دي
والسكرت السكرت دي اللي هي السكرت الخاص بالبوابة نفسها. تمام. طيب احنا هنجيبها ازاي من على بيبال؟ هنبدأ نسجل دخول طبعا على بيبال زي ما انتم شايفين اهو. تمام. وهنبدأ نروح على حاجة اسمها ماشي الادوات الشرقاء اللي فوق دي خالص. طبعا لازم ان يكون حسابك على البيبال لازم يكون تجاري او نظام بيزنس. تمام. هنبدأ نضغط على الادوات. تمام. زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما تضغط عليها كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده تنزل لتحته خالص، هتلاقي حاجة عزيز المشاهد اسمها بيانات اعتماد الاي بي كي. تمام. هتضغط عليها لموقعك. طبعا هنا بيقول لك بيانات الاعتماد الاي بي ال او اي بي كي ايا كان. المهم هنضغط على كلمة بدء دي. هتبدأ تفتح الصفحة الخاصة بالاعدادات اللي انت عايزها اللي هي مطلوبة منك. هتبدأ تاخدها وتضيفها الى الموقع بتاعك ايا كان موقعك ايه. تمام. طيب اول حاجة عزيز المشاهد لازم تخلي دي لايف. تمام. هتفعل دي لايف ليه بقى؟ علشان اي معلومات انت هتاخدها من هنا هتبدأ ان انت تاخدها وتضيفها داخل الموقع بتاعك علشان البوابة تشتغل بشكل طبيعي. طيب انت طبعا هيكون عندك المعلومات الافتراضية اللي هي دي عزيز المشاهد اول خانة دي. تمام. دي هتكون عندك. وطبعا انا عملت ده باسم الموقع بتاعي. طيب انت لو انت عايز تعمل حاجة جديدة هتبدأ تضغط على الكلمة دي. هتبدأ تفتح معاك البوابة دي. هنا هتكتب اسم العمل الخاص بك، يعني اسم الموقع واسم النشاط اللي انت عايز تعمله ايا كان نوع النشاط بتاعك ايه بالظبط. يعني مثلا انا ممكن اكتب نوع النشاط بتاعي، انا اوريك طبعا كل حاجة، مثلا اوريك اسم اي حاجة، سواء بس نكتب بالعربي اي نشاط انت عايزه عزيزي المشاهد. SMM ماشي كول مثلا. تمام. SMM كول. تمام. طيب بعد ما كتبنا كده هنضغط على الكلمة دي. هتبدأ تربط او يبدأ يبعت لك البيانات الخاصة بالحاجات اللي انت هتاخدها بشكل تلقائي كده وتبدأ ان انت تحطها في الموقع بتاعك. اول حاجة الاي دي. تمام. هنبدأ نضغط على كلمة نسخ دي عزيز المشاهد وهتبدأ تروح الى البوابة الخاصة بك. طبعا هتفعلها مثلا ايا كان موقعك او ايا كان الشغل بتاعك. هتلاقي حاجة اسمها الاي دي، هتبدأ تحطها هنا لاصق عزيز المشاهد في الخانة دي. تمام. هنروح على البيبال مرة اخرى وهنا بيقول لك سيكريت كي. تمام. السيكريت كي 1 او 2 ايا كان على حسب المواقع اللي انت عاملها. هتضغط برضو على كلمة نسخ دي وهتبدأ تروح على البوابة برضو وهتيجي هنا على السيكريت ماشي وتبدأ تحطها هنا لاصق برضو. تمام. طيب في حاجة تانية عزيز المشاهد هنجيبها. ايوة فيه طبعا اكيد 100% لازم انت فيه. هينزل لتحت كده وهنا اللي هو العنوان بتاعك او البريد بتاعك. هتضغط على نسخ برضو وهتبدأ تروح الى موقعك وتحطه هنا مكان البريد الالكتروني زي ما انتم شايفين اهو. تمام. وطبعا باقي المعلومات دي يعني شكرا على اضافة الاموال، استمتع بخدمتنا، حاجات انت حابب تضيفها تضيفها، مش حابب دي حاجة حرية يعني. تمام. وطبعا بعض المعلومات اللي انا كاتبها برضو خاصة بالبيبال. تمام. وبعد كده طبعا هتضغط على حفظ. تمام. وبكده احنا فعلنا البيبال الخاص بنا على الموقع الخاص بنا وبكده. بس اهم حاجة لازم تتأكد منها ان انت لازم تفعل دي اللي هي اللايف دي، لازم تكون على اللايف علشان موقعك يبدأ ان هو يشتغل والبوابة تبدأ تشتغل ما فيهاش اي مشكلة خالص. تمام. تمام. وبس كده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهاردة وده كان ربط البيبال مع موقعك الالكتروني علشان تبدأ ان انت تكسب او تسترد فلوسك او تاخد فلوسك من الزباين عن طريق الموقع الخاص بك. ولو ان شاء الله حابين ان انا اعمل لكم شرح تاني ازاي ان انا اضيف كذا بوابة دفع خاصة بالموقع بتاعي ما فيش اي مشكلة، زي مثلا عندي فودافون كاش واتصالات كاش وأورنج كاش وانستا بي تلقائي، وكمان برضو الدفع عن طريق الفيزا المستر كارد وفودافون كاش تلقائي، وكمان الدفع عن طريق باينانس اليو اس تي تي تلقائي، والدفع كمان عن طريق العملات المعدنية العملات المشفرة يعني اليو اس تي تي دي جميع المحافظ. طبعا برضو ممكن اعمل لكم شرح لو انتوا حابين اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله وارد عليكم، او ممكن اعمل لكم شرح
الشرح ان شاء الله تفصيلي تمام. وكمان الدفع عن طريق الباي بال وبيرفكت ماني، وكمان بيرفكت ماني بالدولار الامريكي، وزي ما انتم شايفين دي كلها طرق دفع تقدر ان انت تضيفها داخل الموقع بتاعك ايا كان موقعك ايه بالظبط تمام. طيب ان شاء الله لو انتوا عايزين اي طريقة من الطرق دي تمام اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم باذن الله تعالى. يعني الحمد لله انا الطرق دي كلها متوفرة معايا، فانا قلت حبيت ابدأ بالفيديو ده وابدأ اعمل لكم ان شاء الله يعني اول شرح كده. لو لقيت فيه استجابة في التعليقات وناس حابة ان هي تعرف ان هي تربط موقعها او تربط اي طريقة دفع خاصة بموقعها ازاي، فانا ان شاء الله دي سلسلة وهنبدأ نكمل فيها على يعني حسب الناس اللي هي طالبة الشروحات تمام. اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم شرح اللي انتوا عايزينه، وادخلوا على القناة وان شاء الله تستفادوا من محتوايا. وكده خلاص الفيديو بتاع النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.